كرة ثابتة، ركلة ركنية، تامر الصيام، البحث عن رأسية، هذه محاولة تصبح مرتدة، تصويب، جول 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 جول. درويش محمد درويش يسجل الهدف الأول لفريق الهلال. الهلال يسجل الأول عن طريق محمد درويش، ويا لها من أخلاق الفرسان يا درويش بعدم الاحتفال والاعتذار لفريقه السابق فريق غزلان الجنوب. لك كل الاحترام والتقدير على أخلاق الفرسان يا درويش، لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني ولاعب نادي هلال القدس، لاعب فاز مع الغزلان في بطولة الدوري. مح لتكرار الموقف مع الهلال في هذه المرة. نعم لاحظ هنا الركلة الركنية، الدباغ هيأ الكرة بطريقة ممتازة، درويش وحده على الطاير في هذا المكان يطلقها طلقة في شباك غزلان الجنوب ليسجل الهدف الأول. ها 1-0 للهلال، 1-0 كبوابة للعبور بهدف أول. هل يفعلها في اللقاء الختامي في دوري المحترفين؟ علي نعم يصوب كرة يا ولد، يصوب كرة والتعادل، التعادل، جول 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 جول. أحمد ماهر يسجل التعادل، التعادل غزلاني، قلت لكم قادرون قادرون على أن يفعلوها، يسجل التعادل أحمد ماهر. حاضرة في هذا المكان، لاحظ التصويبة القوية، تصدى لها لكن عاد لمتابعتها أحمد ماهر. يا لك من ماهر، يا لك من أحمد، صوبها وتابعها، توقعها في المكان المثالي. 1-1 اللقاء يفتح من جديد. 1-1 كبيرة في نهائي كأس فلسطين. خطأ كبير من الدفاع، حذاري، هذه انطلاقة، الدباغ الدباغ الدباغ، ولكن التصدي، الفرصة ما زالت إلى اللاعب جوناثان، وركلة جزاء، ركلة جزاء، فرصة الدباغ، تصويبة، تصدى لها وليد، عاد اللاعب جوناثان في هذا المكان، في هذا المكان. هل هناك عدوي؟ عدوي أمام الخبرة، وليد قسية، عدوي، ولكن وليد، وليد يا وليد يا وليد، ثلاث أضعاف على لاعبي الهلال، ركلة ركنية، تلعب مقاومة راسية، والثاني، جول 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 جول. هدف هلالي ثاني، لم يأتي من ركلة الجزاء ولكن يأتي من الركلة الركنية. لاعبي خط الوسط، درويش ويمين، يمين، وهو كلمة السر مع درويش في هذا اللقاء. الأول كان عن طريق درويش، ركنية من تامر الصيام، راسية من محمد يمين. محمد يمين أفضل صفقة لفريق الهلال في هذا الموسم، أفضل من تعاقد معه الهلال في هذا الموسم هو محمد يمين، ليس فقط لأنه سجل هذا الهدف بل سيكون من أفضل الأظهرة في فلسطين. نعم هو من أفضل الأظهرة في هذا الموسم. هذه محاولة جوناثان سورية إلى الدباغ، الدباغ الدباغ، جول 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 جول. أخيرا ابتسمت للدباغ، أخيرا ابتسمت لعديه، الدباغ والثالث، الدباغ والحاسم، يأتي بعد أسيست من جوناثان ملفوف بلفة يصوبها الدباغ باليسار. لاحظ جوناثان، لاحظ الكنترول، لاحظ الفينيش من الدباغ. يا لك من لداغ، يا لك من باسورد، قلت وتحدثت عنك في الموسم الماضي إيهاب شاهين، عن أيضا محمد أبو ميالة، كثير من اللاعبين من أبناء النادي يظهرون الآن على شكل نجوم في بطولة الدوري. تامر الصيام بالسرعة، تامر الصيام، يا الله 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 الله، جول 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 جول. كله ينتظر ظهور الهلال لمعرفة شهر الصيام، لكن الهلال في سماء دورة يظهر بأنه بطل لدور المحترفين الفلسطيني. إذا لعب الهلال فقل سلاما، فإن المجد يصنعه الرجال، ويبقى السحر أزرقا خالصا، ويبقى المجد ما بقي الهلال. ماهر أم أبو شريرة، ماهر أم أبو شريرة،
على تنفيذ الكرة القادمة. ماهر الصوب كرة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ماهر. روعة 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 يا ماهر. كما قلت عنك وسأبقى أتحدث عنك، اسمك ماهر وصفتك ماهر، وأنت اسم على مسمى. دقة مع القوة أيضا ماهر، الدقة مع القوة. أحمد ماهر خادع فيها رامي، صعب عليك يا رامي يا حمادة، صعب عليك يا رامي يا حمادة. حمادة مرا أو رامي حمادة.